حياكم الله مشاهدينا الكرام في هذا التقرير، مثال جديد على الكرم، كرم الضيافة العراقية. هذا الأخ من البصرة عنده سيارة أجرة مجانية لنقل زوار خليجي 25. والله مشكور مشكور، هذه كرم الضيافة والأصالة والطيبة ما شفناها إلا في البصرة. أخجلتونا بكرمكم، أنتم تستاهلون كل خير حبيبي. إحنا ندللكم دلال حبيبي. أنتم شعب طيب، الخليجيين جميعا طيبين، وهاي ولد العم، يا هلا بولد العم. بالبداية تفضلوا، أنا هذا خالة عشانكم، وجيت اتعملت أوقف هنا يم الفندق على مود أخذ الوفود، أخذ الخليجيين. حبيبي أهلا وسهلا. هذه المبادرة توصيل اللي هو جماهير خليجي 25 للملاعب مجانا. مجانا إن شاء الله، كله مجانا. ليش هذه المبادرة؟ ليش مجانا؟ أنا ارتقيت هاي الفكرة، أنا سايق تاكسي، فقلت خلي أسعى بنجاح البطولة. خلي نراوي الناس، نراوي العالم أن احنا شعب كريم. أنتم إن شاء الله هم أكرم من عندنا. حبيبي الله شاهد. اللي شفناه في البصرة يعني البيوت مفتوحة، المطاعم مفتوحة، الجميع يعني الترحيب ما شفناه في أي مكان، لدرجة أن احنا ندش مطعم نلاقي أحد دافع الحساب أو راعي المطعم مو راضي أساساً ياخذ. هذا الشيء قليل احنا قاعد نقدم لكم، احنا قاعد نقدم لكم شيء قليل. يا ما لعبنا بملاعبكم، يا ما اجينا، يا ما وصلنا هناك، ما تعتبرونا ناس غربة، أكيد تعاملونا كمواطن بحريني. تضحك وياي، تسولف وياي، تستانس وياي، تقدم لي الابتسامة، أنا أرد لك إياها. أنتم شعب طيب. الله يسلمك. فاليوم زوار خليجي 25 أو جماهير خليجي 25 نشوفهم يوم بعد يوم مع انطلاق البطولة، نشوف الأعداد قاعدة تزيد، قاعدة تكثر من كل دول الخليج. ترحيب أهالي البصرة يخلي كل الجماهير اليوم عندكم. تستاهلون التحفيل، تستاهلون الهلا والمرحبا اللي ردنا تلج قلوبكم بيها. الكرم والضيافة البصراوية، البردان بيعطينا هذه الفروة. والله ان احنا خجلانين من كرمكم. هذا شيء اي والله، اي والله مشكور. لا والله مشكور. مشكور. انا خادم اليوم. نعم من تبرد تحتاج اخابر حبيبي، كل شيء مو بس السيارة. شكرا. البيت والقلوب كلها مفتوحة. اي والله شكرا. سعيد واحنا اسعد بسعادة لا توصف. واحنا اسعد ملقاكم اليوم. ادعي الله يرزقني بناس خليجيين صعدوا وياي يوصلهم للملعب حبيبي. والحمد لله الله طيحني بيكم أصيب. وبقناة الأيام البحرينية الله أشرف بكم حبيبي مصطفى. أخذنا من الفندق إلى الملعب، لداخل الملعب. ما قصرت. هذا أكيد استانسنا. شلون شفت اللي. أكيد أكيد أكيد، يعني أهل البصرة ما عليهم كلام، وهذا تأكيدا على الكرم والضيافة البصراوية. وصلت من الملعب مجانا، خدمتك تدلل. الله يسلمك. هاي سهلة، ماكو أسهل منها. احنا نريدكم بعد ببيوتنا إن شاء الله نضيفكم. حبيبي إن شاء الله نزورك في بيتك. أي والله هلا بيك. مشكور. هلا كل شكرا. هلا بيك. شكرا. هلا بيك. على راس. الله يسلمك.